تعرفنا على حالك؟ محمد زين ابو جنه من احرار الشام، حركه احرار الشام. اهلا وسهلا ابو زين. بتعرف انه في انتخابات رئاسيه قادمه بعد اسبوعين؟ والله انا يعني هي ليست انتخابات، هي انتهاكات في كل معنى الكلمه. اما اعرف او لا اعرف فهذا امر لا يعنينا بصراحه، هو لا يعني كل انسان حي. هذه الانتخابات هي خاصه باموات، طبعا اموات القلوب، اموات العقول، اموات العلم، فهم قبور يعني بالنسبه للمرشحين او حتى المصوتين، فهذه لا تعنينا نحن كبشر احياء، اهل العلم، اهل الدين، اهل الثقافه، هي لا تعنينا، هي خاصه بالاموات في عالم اخر. تفضل الا اجري مقابله معك اذا؟ لا، هي يعني اذا كان تحصل على الانتخابات فهو امر لا يعنينا، يعني لا يعني لانه نحن احياء، يعني لا اظن لا يعنيك حتى انت يعني، فهو أمر هي فعلا على الانتخابات، اذا كنت تعتقد انها انتخابات اموات لن اجري لقاء معك. هي انتهاكات. انتهاكات. نتحدث عن الانتهاكات. طيب. جيد. اذا هناك انتخابات قادمه بعد اسبوعين، المشاركه في المناطق المحرره حتما لن تكون سهله او متاحه، لكن في مناطق النظام هناك سوريات وسوريون ينزلون يحتفلون او سينزلون للتصويت. هناك ايضا اقوال انها قد تقصف مراكز الانتخابات في حلب الغربيه، ما رايك بهذا الشيء؟ طيب جدلا ساتفق معك ان هناك انتخابات، يعني اذا ساضطر ان اتكلم بطريقه قانونيه. نحن نعلم ان انتخابات هي في دوله، فاذا جئنا حتى حللنا اركان الدوله، لا يوجد اركان دوله، لا يوجد شعب، لا يوجد سلطه، لا يوجد اقليم، الاقليم مدمر، الشعب مهجر ومستشهد ومعتقل، والدوله بيعت او سلمت للايرانيين والروس والصينيين. فيا قانونيين، يا دكاترتنا القانون، يا من علمنا القانون، انا خريج حقوق، يا من علم القانون، اين اركان السلطه؟ اين اركان الدوله؟ اين اركان الانتخابات؟ اين؟ لا يوجد ولا كان. فهي انتخابات معدومه وليست باطله وليست خاطئه، هي انتخابات معدومه، يعني معدومه غير ناشئه اطلاقا، هذه من ناحيه القانونيه. اما من ناحيه الانسانيه، السوريين والسوريات الذين ينتخبون فهذه حتى هم عديمي الاهليه بصراحه. كل شخص يريد ان ينتخب فهو حسن عديم الاهليه، لان الاهليه يجب ان يدري ما يقول او يعلم ما يقول. كيف الانسان مكره مجبر بوط المخابرات على 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 راسه وعلى كذا ان ينتخب؟ فهذا يعني نتيجه ايضا يعني واضحه. اذا اتفقنا هناك انتخابات. انتهاكات، انتخابات ليس في سوريا القادمه وبعد انتصار الثوره، وجود اكثر من مرشح رئاسي لرئاسه الجمهوريه، هل هو شيء ايجابي؟ هل هو شيء مقبول؟ هل هو شيء مطلوب؟ عفوا، في سوريا بعد الثوره؟ بعد انتصار الثوره. بعد انتصار الثوره طبعا هذا حقيقي، يعني هذا طبعا هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه طبعا ضمن مبادئ واسس نتفق عليها نحن كمسلمين كسنه، ضمن مبادئ واسس يعني ان شاء الله ما فيها خلاف، ضمن المبادئ المتفق عليها عند الاسلام والمسلمين. لكن يبقى السؤال، تعدد المرشحين هو شيء ايجابي؟ طبعا طبعا طبعا، وهناك شورى، هناك تعدد، وهناك شعب متعدد ينتقي او يعني ينتقي او ينتخب ما يراه مناسبا ويحقق مبادئه وغاياته، هذا شيء بعد الثوره، الان لا. شكرا جزيلا. عفوا، شكرا جزيلا. ضمن جولتنا للقاء مواطنين ومواطنات في حلب، نتحدث معهم عن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، نلتقي بالشيخ معاذ أبو صالح. أستاذ معاذ، شكرا لك على استقبالنا في مكتبك هنا في مؤسسة جيل القرآن، سوف نتحدث معك قليلا عن الانتخابات وربما نتطرق لمواضيع أخرى أيضا. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. الانتخابات القادمة في سوريا ليست جديدة، النظام منذ 3 سنوات حاول أن يفرض أكثر من مرة إصلاحات سياسية وقانونية ودستورية، لكنه في نهاية اللعبة أصر على إجراء الانتخابات، علما أنه بالدستور السوري يحق للرئيس الموجود حاليا في ظروف حرب الاستمرار في الرئاسة لمدة سنتين. ومع ذلك النظام أقر أو استمر في لعبة الانتخابات، وأضاف إليها بندا جديدا هو وجود أكثر من مرشح هذه المرة. ما رأيك بهذا الأمر؟ يعني سبحان الله، نظام الفراعنة متشابه منذ قديم الزمان إلى الآن. عندما نجد بشار الآن في هذه الفترة يحاول أن يري الناس ليس الديمقراطية الطبيعية، لكن هو دائما يتقلد ما فوق الطبيعة. فإذا أراد الناس أن يتحدثوا في النزاهة والأخلاق والكذا، هو يحاول أن يكون أعلى من هذا. فبشار طبيعي يجب أن يمدد له ضمن ظروف الحرب. ما السبب؟ السبب ليري الناس أنه فعلا شخص فوق الديمقراطية وفوق النزاهة. الفراعنة كذلك يعني لما تحيق بهم الدوائر ويبدأ الناس من حولهم يسألونهم عن المصائب التي حلت بهم، يبدأوا بطريقة يظهر للناس فعلا أنه شخص ديمقراطي، هو لا يفعل إلا ما يأمره الشعب وما يريده الشعب، كما قال الله تعالى في حكاية عن فرعون، قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
وكأن فرعون يعني هو ينتظر رأيهم أو ينتظر مشورتهم. هذا أول أمر. أيضا في قول في قضية فرعون عندما أراد أن يشرع فعله أن يشرع ظلمه لم يكتفي أن يستشير من حوله، أرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني انتخابات عامة، أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون فماذا تأمرون؟ فالقضية فقال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون. النظام بشار نحن الآن يعني نحن ولدنا في زمنه وفي زمن أبيه والآن يتكرر الكل، الطفل الصغير الكبير يعرف أن هذه القضية مسرحية. كنا في الصف العاشر أخذوا أصابعنا الكل سقبوها في الدبوس وتبصمونا في الدم، نعم بالدم، وخرجت النتائج يعني الأرقام أكثر من 10% وما يساوي 1.5 مليون، قالوا نعم بالدم والباقي قال نعم بالكذا. وطبيعة الانتخابات السورية دائما نتائجها 99.5%، السيسي كذلك الأمر. في البارحة نسمع أن الناس وصلت نسبة الذين يريدون السيسي 95%، مع أن يعني لو قدرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بانتخابات شفافة في المدينة المنورة لا يحصل على 95%. المنافقون كانوا في غزوة أحد ثلث المنافقون، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتخبه الثلثين في المدينة، فمن هؤلاء الفراعنة السيسي وبشار وغيرهم؟ طبعا هم يريدون أن يقول المجتمع المدني هذا هو الشعب، أنتم تريدون الشعب فهذا هو الشعب، وينسى تماما أن نصف الأرض تماما هي الآن لم تعد دون سلطانه. ولو كان فعلا نزيها فليأتي بصناديق الاقتراع إلى هذه البلاد وليرسلها ضمن مجموعة دولية تقول أن الشعب السوري هو الموجود في هذه المناطق وفي هذه المناطق، فليأتي المناطق المحررة. طبعا لن يرسل زبانيته، ليرسل من يشاء من الطرف الآخر من الجهات الدولية ويسمع رأي الشعب، سننتخبه إن شاء الله. يعني نحن مسرورين بهذه البراميل التي يرسلها، القتل كل يوم، الأطفال المذبح والمدارس التي تهاجم، يعني لا يوجد عاقل على وجه الأرض يأتي إلى هذا البلد إلا ويعرف أنه جزار. لكن الجزار أيضا يجيد لعبة دولية ويريد أن يري للناس أنه فعلا مثال يحتذى به في الديمقراطية وأن الشعب هو الذي يريد هذا. عندنا في سوريا مشكلة هي شيوخ السلطان. نعم. على القنوات الإخبارية السورية نجد أن هناك عدد من شيوخ المعممين الذين يخرجون إلى الناس طالبين منهم الانتخاب وأن الانتخاب واجب وفرض ديني. ماذا تقول لهؤلاء؟ يعني الشيوخ الذين يقعون الآن ضمن مناطق السلطان هم واحد من 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 اثنين، إما شيوخ فعلا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على واقعهم لا في الهروب ولا في الخروج، الكل مضيق عليهم، معمم أسماؤهم، يعني مكرهين فعلا كما كنا قبل مكرهين، يساق الأئمة والعمائم لاجتماعات الحركة التصحيحية وللتمجيد في الأب القائد، ويأتي التهديد من الأمن ومن المسؤولين عن الأوقاف بأن من يتغيب سوف يحاسب، وهذا فعلا كانوا يحاسبوا. فالكل يعرف أن الأمر، خصوصا أن الآن تغيب أي شخص لم يعد استدعاء للأمن، إنما هو فعلا يغيب ثم يقتل ثم يخفى، يعني كما فعل بالشيخ يوسف هنداوي إمام جامع الأموي، لأنه اعترض على وجود المشروبات والانتهاكات التي كانت في بيت الله عز وجل في المسجد الأموي، لأنه اعترض على هذا وضع في باكاج السيارة ثم ذهب به. وعندما طالبه رؤوس العلماء الحسون وغيرهم، طالبوا الرئيس ذاته في هذا الشخص، قال والله ليس عندنا أي خبر به. فإذا كان رأس الهرم ليس عنده أي خبر في هؤلاء العلماء، فغيره سيحسب هذا الحساب لمجرد أن لا يذهب إلى صناديق الاقتراع أو أن لا يدلي برأيه، فسوف يكون في غيابة الجب مثل غيره. هذا أول صنف. الصنف الثاني صنف فعلا تربوا منذ أيامهم أن يكونوا شيوخ سلطة. نحن كنا لما قدمنا البكالوريا كان الشخص الذي لا يأتي بمجموع يخوله دخول الكلية يحق له أن يدخل حصرا كلية الشريعة لو لم يحصل مجموع الكلية، فقط لأنه حزبي. فأذكر مرة صديق لي، نحن لم نكن حزبيين لأنه لا يرضى على أمثالنا، سألت صديقي ماذا ستدخل؟ قال لي والله طلع لي معهد ماكينات نسيج وما هي، لكن أنا بدي أدخل كلية شريعة. فهو شاب يعني أخلاقيا كان منحل جدا، فقلت له يعني ليش؟
أنت ما كتير عندك هي أهل اسمه كلية، بكرة بتوظف بصير أستاذ ديانة بصير إمام، حطوني مكان بدي إياه وراتب اسمي خريج كلية. فهذا النموذج الذي خرجه النظام خرج الآلاف منهم، الشخص الحزبي لكونه حزبي يحق له أن يدخل كلية الشريعة فقط، وهي الكلية الوحيدة التي انتهكت حرمتها إلى هذه السنة، إلى هذه السنة بعد مرور 6 سنوات على تأسيس كلية الشريعة في مدينة حلب لا يوجد لها مقر. السنة الأولى في كلية والثانية الثانية في كلية والثالثة في كلية، وكأنها يعني يريدون أن يهينوا النموذج من هذه الكليات، بينما أي كلية ثانية موسيقى يوجد لها عدة كليات وعدة معاهد. فهذا التصنيع الممنهج يعني أيضا مما ألفه الناس عن شيوخ السلطة وكذبهم وتملقهم، والعالم فعلا هو الذي يقول كلمة الحق لا يخاف إلا لومة لائم، ليس العالم من يقول كلمة الكلمة التي ينجي نفسه بها أمام السلطان. والكثير من تاريخ علمائنا وقعوا تحت المحك، وقعوا تحت المحك، فكان أمامهم خيارين، إما أن تزيغ الأمة بفتواهم الضالة، وإما أن يقولوا كلمة الحق ويجلدوا ويصلبوا ويؤذوا كما فعل الإمام أحمد بن حنبل وإمام أبو حنيفة وكلهم والأمثل على ذلك. فالعالم الحقيقي كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلو كانوا فعلا هؤلاء علماء لاتقوا الله في هؤلاء البراء وهؤلاء المظلومين الذين لا زالوا يقتلوا منذ 3 سنوات إلى الآن ولا يجرؤ أن يقولوا كلمة. هل تجد عذرا للناس الذين يعيشون الآن تحت حكم النظام ونراهم في مسيرات ترحيبية أو في حلقات رقص ودبكة وتقول أنهم مجبرون، أو أنهم في نفس الوقت بين الإجبار وبين الترغيب بالرواتب وزيادة الأمور الترفيهية قادمة لهم؟ يعني نحن نعذر الكثير من الناس، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان، لكن الإكراه له حدود. يعني أنا عندما يطلب مني الانتخاب ليس بالضرورة أن أذهب وأتراقص مع الغانيات والفاجرات الذين هم عماد النجاح، يعني دائما ما شاء الله السيسي وبشار، تجد أهل العهر والدعارة والمطربين وغيرهم، أقصد المنحلين يعني بالضبط، هم أول من يشجعهم لأن رأس ماله هم هؤلاء وأمثالهم ومن يلوذون بهم. لكن باقي الإخوة من المواطنين قد يلجأ إلى هذا الأمر، قد يلجأ ويضطر إلى هذا الأمر، فهي القضية إن استطاع أن لا يذهب فهو الذي يستطيع أن يقدر هذا الأمر، وإلا لو ذهب فربما نقول هو آثم. لكن أنا وصيتي لكل أخ، ما الذي يجبرك أن تعيش في ضمن هذا الجو؟ ما الذي يجبرك أن تعيش تحت الذل تحت المهانة من أجل الليرة والليرتين؟ يعني ما من أحد إلا يمر في ظروف صعبة في هذه المكان، لكن الكرامة لها ثمنها والحرية لها ثمنها، والشعب الذي يريد أن يرتقي بنفسه لابد أن يدفع الثمن لا أن يعيش ذليلا. فالقضية نحن نعذرهم، لكن القضية لها عنوان، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن لا يأتي فهو آثم، أن لا يأتي إلى الانتخابات فهو آثم إن ذهب. يعني احترام الآخر هذا من بديهيات الإنسان الذي يتحمل إنسانية بسيطة في ذاته وضميره، فكيف إذا كان مسلما؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم ويعرف تاريخ اليهود وضع لهم حقوقهم وحفظ لهم حقوقهم وقال لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وكان يشركهم في القضايا التي تخص المدينة كلها. سيدنا عمر أيضا لما جاء زمانه كان فعلا اليهود يدفعون الجزية، بالمقابل كان المسلمون مجبرون أيضا بدفع الزكاة، كان هناك توصيف للعدل على المسلم وعلى غيره. بالمقابل ما كان أحد من النصارى أو اليهود يجد في نفسه غضاضة من العيش بين المسلمين لأنه يجد حقه وصوته. الكثير من مستشارين أمراء المسلمين سواء كان سيدنا معاوية ومن بعده كان لهم مستشارون من النصارى وغيرهم، هذا لا يضر، وكان لهم حقهم وكلمتهم وكان لهم من يمثلهم ويدافع عنهم ويشرف على كنائسهم ويشرف، هذا من بديهيات الإسلام. الذين يتخوفون من أن الانتخابات القادمة بديهيا، يعني اليوم الثوار أغلبهم لهم صبغة إسلامية، والمجالس المدنية لأغلبهم لهم صبغة إسلامية، والعسكرية لهم صبغة إسلامية، طب هذا طبيعة الشعب،
طبيعة شعب مسلم، لكن لا يعني الإسلام أبدا تهميش الآخرين، لا يعني الإسلام أبدا أن لا نعطي لهؤلاء حقهم. فالانتخابات القادمة قد تدلي بأغلبية تريد سنحة إسلامية، وهذا يجب أن نحترمه، لكن ليس على حساب تهميش أي إنسان آخر له حقوقه. والذين يقرؤون التاريخ الإسلامي كله في الماضي يجد أن الأقليات من مسيحية ونصرانية وحتى غيرها، حتى من كانوا مجوس، كانوا يجدون أن الظل الحامي لهم هي الدولة الإسلامية. ومن عجائب أنك ترى اليهود لما بدأ النصارى في اقتحامهم للأندلس، ولما أخذوا الأندلس من أيدي المسلمين تجد أن اليهود كلهم خرجوا مع المسلمين وعاشوا في المغرب، والآن لهم أعضاء كثر في الكنيسة الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. كلهم من أين جاءوا؟ جاءوا من المغرب، أصلهم كانوا من الأندلس. النصارى الذين عاشوا معنا من أول يوم، كانت هذه البلاد نسبة النصارى فيها أكثر من الإسلام، جاءت فتوحات الإسلامية، أغلب الشعب اعتنق الإسلام، لكن الكثير منهم لم يعتنق الإسلام، بقي على فكره وحريته. لو كان المسلمون كذلك، يعني أصحاب فكر متطرف أو لا يمكن أن يتعايشوا مع الآخر، ما الذي جعلهم يعيشون 14 قرنا كنائسهم موجودة خليفة وراء خليفة يحمي ذمة ويحمي حرمتهم كما يحمي ذمة وحرمة المسلمين؟ فأقول أن الانتخابات القادمة يجب أن يكون لكل إنسان رأيه، وأن يكون لكل كتلة حجمها، وأن يحترم الرأي الآخر. يعني سمعت من جورج صبرة يقول أنا على يقين أن الحكومة القادمة أو الدولة القادمة ستكون إسلامية. يعني طبيعي الآن اليوم الشعب يعود إلى طبيعته، لكن نحن لا نقول أننا نريد إسلاما لا يحترم حرمة الدماء ولا حرمة حرية الآخر، ولا إسلام متعايش كما كنا في القديم متعايشين ضمن الدولة الإسلامية التي فعلا فتحت العقول قبل أن تفتح الحصون. شكرا لك. الله يبارك فيكم، شكرا لجهودكم ولهذا اللقاء المبارك، الله يبارك بكم. إذن رح نحكي معكم عن موضوع شاغل الناس حالياً كتير، الناس ما عم تنام بسببه، مو موضوع البراميل، موضوع الانتخابات. بعد أسبوعين في سوريا سيكون تجديد انتخابات أو انتخابات رئاسية جديدة، صيغة جديدة فيها أكثر من مرشح، بشار الأسد وماهر حجار وشخص ثالث. ما رأيكم بهالشيء؟ الانتخابات الوقت الحالي هي عبارة عن مسرحية تنكرية هزلية، يعني بعد 3 سنين من القصف والدمار والخراب ويعني تهجير كلها الناس، يعني بأي وجه النظام عم بحط صناديق اقتراع مشان الناس ترجع تنتخبه. يعني في كتير ناس راحت، في كتير ناس تشهدت، في كتير ناس تهجرت، يعني ما بعرف بأي وجه هو عم بحط صناديق الاقتراع بعد سنين من الظلم والقهر والقمع. للأسف حضرتك شفت صناديق اقتراع؟ شفتها على الفيسبوك. يعني لا مسرحية لا أقل ولا أقل، مسرحية وضحك على الشعب، هو قد ما بضحك على العالم عم بيجي بضحك على الجوا، بس هو هيك بده ينجح، بس ما راح يطول، راح يشيلوه. بده ينجح؟ هو بده ينجح اي، ونحن بدنا اياه ينجح مشان نشيله من الكرسي، ما بدنا هو يطلع لحاله. انتخاباته هي بس مجرد انه زياده تاكيد على انه انا لسه مستمر في القتل، لسه مستمر في المجازر. طبعا كلياتنا بنعرف انه من زمان ما صار انتخابات ولا في عنا ديمقراطية في البلد، حتى انه هو هلأ جاي عبساوي انتخابات وبيدخل معه مرشحين كأسماء وهمية، وحتى المرشحين اللي عنده عبين تخبوا له، فصفت هي انه مجرد مسرحية هزلية. حكينا مع حسان عن صناديق الاقتراع وعدم وجود شروط قانونية واقعية للقيام بانتخابات، ومع ذلك النظام أصر على الانتخابات، بل وقدمها أسبوعين عن الفترة الأساسية المحققة. في الدستور السوري الرئيس يمدد له في حال وجود حالة حرب في البلد. برأيكم لماذا النظام أصر الآن على أن يقوم بانتخابات؟ لأنه هو يعني بظن نفسه أن روسيا وإيران عم تدعمه، فهو قوي، فأنه حاول ينزل صناديق الاقتراع علما أنه هو بيعرف كتير منيح أنه هو رح ينجح. أكيد يعني في بعض الناس عم أجرون على الانتخابات، فهذا الشيء طبيعي. هاي لعبة كلها، أول لعبة مشان يفرجي للعالم إنه هو ساعته موجود وسوريا بخير وما في شيء. هو فقط هاي كانت ردة فعل بس عن الشعب اللي طلع صار ضده، الشعب اللي طلع قال إنه الشعب يريد إسقاط النظام، فهو عم بيفرجيهم إنه لا أنا موجود وأنتم ما بتحسنوا تعملوا شيء، ولكن نحن حسننا نعمل شيء بمجرد إنه صحنا كلمة حرية وزلزلناها النظام.
حاليا في حلب التي تعيش تحت النظام يوجد سوريات وسوريون ينزلون للشارع احتفالا واحتفاء ويقيمون حلقات رقص ودبكة بتجديد البيعة بين قوسين أو بالانتخابات القادمة. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء أنه يعني فيما بعد إذا إن شاء الله طبعا الجيش الحر حرر بقية المناطق بسوريا رح ينصدموا بالواقع اللي يعيشوا. حسابهم أكبر، إذا ما كان حسابه عند الثوار حسابه عند الله كبير رح يكون. بس أنا بقول لهم ارحموا عقولكم، عقولكم وعقول البشر اللي عم تشوفكم، لأنه المجازر ما ممكن حدا يغطيها ولا ممكن حدا يخبيها، الستار صار مكشوف. فبقول لهم ارحموا حالكم، بس أنه خلوا النظرة واقعية على الشعب، حسوا بالشعب اللي هو من ملتكم. إذا أنتوا عم تقولوا أنه بشار باقي باقي، لا ما في حدا باقي، اليوم بكرة أكيد رح يزول وكل شيء رح يسقط مع سقوط النظام، ولكن رح تبقى كرامتنا ورح يبقى العقل ورح تبقى الحرية. سألنا أكثر من شخص وفي ناس وجدوا لهم عذر أو مبرر أنه نحن خلال 30 أو 40 سنة كنا مجبرين على نزول في مسيرات تصفيق وتطبيل وحاليا هو في نفس الوضع. تتفهم وضع السوريين تحت النظام؟ هلا في بعض الناس انه هم مجبرين، ولكن النسبة الاكثر يعني في من الدوائر الحكومية، في من الجامعات، في من يعني معظم الاشياء تابعة للدولة، ففي بعض الناس مجبرين ولكن هم قادرين انه ما يروحوا على المسيرات وما ينتخبوا. هلا هو حاكم مسيطر عليهم اجباري، هن بده يروحوا ينتخبوا لهنيك، اللي ما بينتخب يعني راح يكون اعدام فورا. بس كمان في اجبار انه في ساعتها معه مهلة يلتجوا لمناطق الثوار. ما في حدا بيجبر حدا على شيء، بكفي انه نحن واقفين هون كل واحد بيعبر عن رأيه، كل واحد بيطرح فكرة، و يعني ما حدا انه بيجبرهم انه يروحوا غير اللي طبعا موافق على هالمجازر وعلى القتل اللي عم بيصير. بس لأول مرة كما ذكرت انه لا يوجد في الانتخابات السابقة ما كان هناك اكثر من مرشح، وبالتالي هذه الأول مرة يوجد فيها اكثر مرشح في انتخابات سورية. في سوريا القادمة وبعد انتصار الثورة وجود اكثر من مرشح بمعنى آخر مسير ديمقراطي، هل هو شيء إيجابي مطلوب أو لابد منه الوصول إلى دولة في سوريا؟ بالعكس هذا الشيء كتير منيح، يعني التعددية كتير منيحة أنه كذا شخص يرشح على الانتخابات، طبعا إذا كانت الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية. يعني مثلا في ظل هلا وجود النظام بمناطق الخاضعة له، يعني في 4 أو 5 مرشحين بس هن شكليين، مجرد بس هيك أشخاص أنه في أشخاص منافسين لألي، بس هن شكليين فعليا شكليين. أكيد هذا شيء ديمقراطي كتير، أكيد راح يفيد الشعب السوري وراح يفيد سوريا بالأجمع، يعني راح تفيده أكتر. أكيد نحن ما لنا ضد إنه تعدد الشخصيات ضمن الانتخابات، ولكن الانتخابات حاليا أنا بقول عنها إنه باطلة بسبب إنه ما زال النظام قائم، ما زال بشار موجود على الكرسي، لا انتخابات ديمقراطية حتى يسقط النظام. لكن أنا سؤالي كان عن سوريا المستقبلية. تمام، هو سوريا المستقبلية قلت لك إنه نحن بنرغب هذا الشيء إنه يكون في تعدد شخصيات ضمن الانتخابات، بالعكس هذا بيعطي إنه فرصة أكبر ليتحسن وضع البلد. أكيد. شكرا جزيلا لكم.